اللغة العربية مهمة جدا 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 في تعلم الدين. حدين عندك بشلها عربو ما تعمل بيزحون عبو يتخيل شيء شات عنوي. اللغة العربية ليست لغة العرب فقط. تاعي عربو ما تاعي عربو جناغي يتيري بيبات ميت. اللغة العربية هي لغة كل مسلم. عربو ما تاعي بق ألجا مصو بوصل دين موات بويز. لا يمكن أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بدراسة اللغة العربية. ويدين تسين مدر وقيت خير شدالها قيت ويشاتحون أتعربو موات تاني. اللغة العربية لغة سهلة. تحقق عربو موات أهتأ بويز. الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين. تحق الله هو هردين أهتنا وين؟ علينا فقط أن نسلك نتعلم. دعوين تعدك هدو يحلها تردق عام تردق.